عامان من الحرب الأوكرانية وما زال القصف الروسي يهدد العاصمة كييف، قصف يستهدف منشآت البنية التحتية الحيوية ولا يوفر حتى المباني السكنية. على الرغم من معاناة المواطنين في بداية الحرب في الحصول على الاحتياجات الضرورية، اليوم في الذكرى الثانية للحرب كما تشاهدون تشهد محلات البقالة والصيدليات وفرة واستقرارا في الإمداد. محطة قطارات كييف التي شهدت تزاحم مئات الآلاف من سكان العاصمة لركوب قطارات الإجلاء هربا من الحرب، ها هي بعد عامين تشهد حركة طبيعية لجدول قطاراتها والعائدون أضعف المغادرين. استقرت إمدادات الخدمات لأول مرة منذ اندلاع الحرب، لا تشهد العاصمة انقطاعا للتيار الكهربائي والتدفئة والمياه التي عانى منها المواطنون الشتاء الماضي، ويعود الفضل لمنظومة الدفاع الجوي التي تحمي البنية التحتية. على الرغم من أن الحياة لم تعد إلى طبيعتها الكاملة، فما زالت القيود مفروضة والواقع الاقتصادي صعبا والهجمات الصاروخية مستمرة، إلا أن نسبة الأمان الجزئية دفعت الملايين من سكان العاصمة من نازحين ولاجئين إلى العودة إلى ديارهم لتضج العاصمة بالحياة من جديد. ضيف عادل، الحدث، كييف.